السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: أتباع إيران ينشدون للإرهابيين من بغداد. مشاهدينا الكرام، سيكون هاشتاج هذا الأسبوع هو نشيد الإرهاب في بغداد. هذا الهاشتاج موجود في موقع تويتر، بإمكان حضراتكم أن تتفاعلوا بشأنه وتكتبوا ما لديكم من تعليق بشأن هذا الموضوع وبشأن ما حدث في ساحة الفردوس بالعاصمة بغداد. كما يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا هناك رقم خاص للواتس أب بإمكانكم أن تستخدموه لإرسال ما لديكم من رسائل سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، استقدمت ميليشيا الحشد منشدا إيرانيا يعرف بأبو ذر روحي من أجل إنشاد أنشودة سلام فرمندة. فرمندة تعني القائد باللغة الإيرانية أو الفارسية. تم إقامة هذه الفعالية في ساحة الفردوس ببغداد بحضور إيرانيين وعراقيين أطفالا ونساء بأعداد قليلة، لكن هذا الحدث انعكس على العراقيين في كل مكان رافضين غسل عقول الأطفال وتدنيس أرض العراق بالإيرانيين وأناشيدهم الإرهابية التي تمجد قاسم سليماني وعلي خامنئي وتحاول تحويل العراق إلى تابع لهذه الدولة المشبوهة التي يصرخ العراقيون يوميا: إيران برا برا، بغداد تبقى حرة. لن أطيل الحديث أكثر، دعوني الآن مشاهدينا الكرام أعرض لحضراتكم جزءا مما جرى قبل بضعة أيام في ساحة الفردوس بالعاصمة بغداد. خلينا نشوف. طبعا لاحظتم مشاهدينا الكرام بهذا المقطع الذي عرض، هناك قوات أمنية متواجدة حول هذه الفرقة وحول هذا الحشد وتؤمن مكانهم. كيف تسمح حكومة بغداد بوجود الإيرانيين على أرض العراق ينشدون أناشيدهم التي تمجد بقتلة العراقيين، التي تمجد بإرهابيين دوليين؟ هذه الأنشودة طبعا هيئة البعض يقول هاي الأنشودة مخصصة للإمام المهدي وما إلى ذلك، ويدخل أو يحاول الدخول بجانب ديني. هذه الأنشودة اللي صدرت بالثمانينات ومن التسعينات، من الثمانينات وإلى الآن، هي استخدمت استخدامات مختلفة. الهدف الأساسي منها كان استهداف الأطفال، وهذا معروف إيرانيا طبعا أن هذه الأنشودة سلام فرمندة هي مخصصة للأطفال، تحشيد ومحاولة إعادة شعبية الثورة الإيرانية أو ما فقد بعد قدوم خامنئي، وأيضا الفقدان لشعبية كبيرة لإيران بسبب ثورة خميني. هذه الأنشودة تظهر الآن وتحاول تحشيد الأطفال وغسل الأدمغة من أجل إعادة بناء هذه الإمبراطورية أو هذه الشعبية لخميني وخامنئي. المختصر أنه هذه الأنشودة استخدمت استخدامات أخرى، فيها ذكر لقاسم سليماني، فيها تمجيد لعلي خامنئي، فيها حشر لشخصيات متورطة بسفك دماء العرب المسلمين والعراقيين بشكل أخص في هذه الأناشيد. كيف سمحت حكومة بغداد بهذه الاستفزازات وهي تعلم جيدا أن العراقيين في كل محفل يخرجون رافعين شعار إيران برا برا، هذه الدولة المرفوضة المنبوذة من قبل العراقيين لا مكان لهم ولا مكان لها على أرض العراق؟ والدليل على هذا الكلام اللي حنشوفه الآن في هذا المقطع، بعد هذا الحدث وهذا التجمهر لبعض من أتباع إيران في ساحة الفردوس، خرج العراقيون يحملون العلم العراقي ورددوا النشيد الوطني العراقي في ساحة الفردوس، رفعوا الأعلام وأنشدوا النشيد الوطني ليقولوا كلا لإيران
وكلا لهذه المخططات التي تهدف إلى استهداف العراق وغسل أدمغة أطفال العراق. خلونا نشوف بعض من العراقيين ماذا قالوا بشأن هذا الموضوع ثم نعود. طبعا هذه الوقفة أولا نوجه سؤالنا لسؤالك، نوجه سؤالنا إلى الأجهزة الأمنية في بغداد المتمثلة بوزارة الداخلية والمتمثلة بالاستخبارات والمتمثلة بجهاز المخابرات وبكل الأجهزة الأمنية، ما هي الدوافع التي أدت إلى تجمع مواطنين إيرانيين في ساحة الفردوس وتحت أي قانون؟ وهل هناك إجازة وهل يسمح القانون العراقي بتجمع مواطنين إيرانيين في ساحة الفردوس ينشدون النشيد الوطني الإيراني؟ هل وصل يعني التمادي والاستهتار بإيران وقوى إيران وذيول إيران بأن تأتي إلى ساحات العراق، ساحات بغداد العز، بغداد الكرامة، بغداد الثقافة، بغداد الرشيد، بغداد التاريخ، تجي بها مواطنين إيرانيين يعزفون وينشدون النشيد الوطني الإيراني؟ هذه الوقفة هي رد ورسالة إلى وزارة الداخلية، إذا لم تبين موقفها من المواطنين الإيرانيين الذين وقفوا ونشدوا النشيد الوطني في ساحة الفردوس سوف نذهب إلى وزارة الداخلية ونحتج على وزير الداخلية وعلى كل الأجهزة الأمنية العراقية. طبعا احنا يعني هذا بدمنا، شيء يجري بدمنا، احنا عراقيين وهذا بلدنا، يعني احنا دافعنا عن العراق وانطينا شهداء وتضحيات والعراق عراقنا، شلون احنا يعني من عندنا وبينا كتلوا الامن كتلوا شهداء 800 شهيد في ساحة التحرير ودماء زكية نطت على مود العراق، وهسه يجينا من برا ايراني فارسي يرفع العلم الايراني والنشيد الإيراني يعزف في ساحة الفردوس، ساحة الشهداء، ساحة الشهداء، ساحة الفردوس. احنا نستنكر بشدة، نستنكر كل الحكومة العراقية، الحكومة العراقية هي عميلة لهؤلاء، هي تطعن بالعراق وبشرف العراق. احنا لا، ندافع عن العراق وعن كرامة العراق ونبقى ندافع بدمنا على العراق، الاخر واحد عراقي يبقى بالعراق يدافع عن العراق، يبقى العراق حر حر. طبعا اكو بعد مقاطع اخرى حنعرضها لحضراتكم من ساحة الفردوس لعراقيين عبروا عن رايهم، غضبهم، رفضهم لما جرى لتدنيس ارض العراق من قبل الايرانيين. خلونا نشوف أنه بالوقت اللي هاي الميليشيات، ميليشيات الحشد والولائيين والأحزاب اللي ولائها المطلق لإيران واللي تريد تحاول تحول العراق إلى مستنقع إيراني، ذول اللي يستقتلون، اللي يمسحون أقدام إيرانيين من يجون، اللي يثورون غضب على ضابط قام بواجبه واعتقل معمم إيراني جايب وياه مخدرات، اللي يرفضون أي واحد يقول إيران برا برا مثل تطلع حنان الفتلاوي غيرها يقولون هاي خلايا نائمة، ذولا اللي يقولون إيران برا برا هاي خلايا نائمة، ذولا مندسين مدفوع لهم الثمن. هذا الخوف والحرص على إيران من قبل هذه الأحزاب والميليشيات، لو كان اكو مقابل كان الناس قالت يابا ممكن بيها مجال دولة تحبنا، لكن خلوني أشوفكم إيران كيف تتعامل مواطنيها وأجهزتها الأمنية والجهات الرسمية كيف تتعامل مع العراقيين الذين يدخلون الأراضي الإيرانية. أول مقطع حنشوفه لسيدة عراقية تم ضربها في مطار مشهد في إيران من قبل ضابط في المطار، خلونا نشوف. السلام عليكم، أجي عليك الإمام رضوان ضربوك، هاي عينك ويك. أنا على ضابط بالمطار على مراقي وأنا ما أدري بيه، ما أدري وين قاعد فيك. ليش طبعا مو بس هذا المقطع، أنا مجهز مجموعة من المقاطع، خاف أحد يجي يقول هاي حالة فردية، هاي حالة شاذة. طيب نطلع من مشهد ونروح إلى مطعم أو التجمع لموكب ديني في إيران، جوي العراقيين، الزوار عراقيين جوي يريدون يحصلون على بعض الطعام من هذا الموكب، حقهم مثل ما إيرانيين يجون إلى العراق والعراقيين يكرموهم آخر كرم.
خلونا نشوف إيران والإيرانيين كيف يتعاملون مع الزوار العراقيين أو مع العراقيين بشكل عام الذين يدخلون إلى إيران. خلونا نشوف. هاي الإيرانيين مسوين دورهم والعراقيين يريدون منهم وما يطوهم، واربعين يوم شهر محرم ياكلون عندنا فلاش زين ومقدرين زين. اربعين يوم ياكلون ويسردون عندنا بمحرم من يوم ما حرام كذا هيك. وهسه يدفع. طبعا المقطع طويل ومستمر ويظلون يرفضون ويظلون يطردون العراقيين من التواجد. فعل عام، الموضوع لا ليس سياسة دولة فقط، هي متجذرة في عقول، في كثير من عقول الإيرانيين، عنصرية، كره، حقد على العرب، على العراقيين، على المسلمين، تعامل بفوقية مع العراقيين، إذلال، إهانة لكل من يدخل إلى الأراضي الإيرانية من العراقيين. سؤال يوجه إلى هؤلاء اللي يحكمون العراق واللي يقولون إحنا وطنيين وإحنا بنفس الوقت نشكر الجارة إيران على ما قامت به، ما يثير هذه المقاطع، ما تثير غضبكم، ما تثير حفيظتكم، ما تخليكم تشعرون بالنقص، أن أنتم ليش دا تنطون وغيركم يعاملكم بإذلال وإهانة ويستغل الوضع الصعب اللي مر به العراق ويحاول يتمدد بأطماع توسعية ويحاول يهين هذا الشعب ويعتدي على أبنائه ويسرق خيراته. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم، ومثل ما قلنا هناك مقاطع أخرى حنعرضها في هذه الحلقة، لكن ويانا محمد من أمريكا والاتصال. تفضل يا محمد. السلام عليكم، أحيي قناة الرافدين البطلة. السلام ورحمة الله. أخوي أستاذ محمد، الإيرانيين دول الفرس العجم ما يحبون العرب كفيلك الله. هم دول اللي يجون الزياره كفيلك الله، حتى يجي الزياره كانوا يقومون بوشون القلادين الايرانيين، دول يموتون على ايران ويحبون المتعه. هم سالوا لا 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 اسمعني 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 اسمعني، لا تنفعل لا تنفعل وتتجاوز. احنا خلينا بالموضوع، احنا دنقول ليش اكو هذا الحدث صار في ساحه الفردوس. الحكومه شلون تسمح بعزف اناشيد ايرانيه في ارض عراقيه؟ هذا سؤالي. استاذ محمد عمر انت، هم ايرانيين يحكمون العراق احمد والديك، ويحكمون وزاره الداخليه طابق السابع كلهم فرس ايرانيين. دفاع وزاره الدفاع، حرس الثوري الايراني، كفيلك الله، كلهم يحكمون العراق. نعم. عمي ذولا ليس عراقيين، قال هم غيره على اراضهم ما عدوا. هاي حنانه الفتلاوي الفاشله عندهم ترى فيلم دعاره ويا قاسم. شكرا يا محمد من امريكا، محمد من امريكا، انا اشكرك. انت كرر حديثك بهذا الأسلوب، لن تدخل معنا مجددا على الهواء مباشرة. احترم المشاهدين واحترم أنه أكو عوائل تتفرج، أنت عندك يعني موضوع بخصوص هذا الشيء احكي في مكان آخر ليس على الهواء مباشرة لو سمحت. عبد الرزاق من بابل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سالم محمد، أقدم كل الاحترام لك وللقناة الوطنية. الله يسلمك. لأنه هذا الموضوع يعني أنا واحد من الناس كنت مندهش، ليش أقول الإعلام جاي يسلط الموضوع ولا الطرح لهذا المشروع، وهو مشروع تفريس الشعب العراقي. هذا المشروع يا دكتور يا أستاذ محمد خطر للغاية صراحة، إيراد من عده أن يعني يكون اللغة الفارسية والخطاب الفارسي داخل الشعب العراقي، وإحنا نعرف كل زين بأنه الفرس هم أصحاب السياسة الناعمة، السياسة اللي من أهلها يعني يتغلغلون داخل الشعوب، وهم أصحاب الفتن. يعني إحنا مو يعني مو يعني نعرف السياسة الفارسية، السياسة الفارسية قديمة من انتشار الاسلام وشرطه الفتنه بين المسلمين، هذا السني وهذا الشيعي وخلقه يعني صريح، يعني ما انزل الله من السلطان، بس العتب على الناس اللي تدفعهم. اليوم اليوم استاذ محمد خلقه الفتنه بين ابناء الوطن الواحد، بين ابناء الوطن الواحد خلقه الفتنه. احنا ما كنا نعرف شنو السني شنو الشيعي
هذه الشغلات العراقيين ما كانوا يعرفوها، لكنه بعد بعد الاحتلال ودخول الطغمه الفاسده للعراق جابونا مشروع بعيد كل البعد عن ثقافه. سيد ابو عبد الله، سيد عبد الرزاق عفوا، سؤال سريع لو سمحت وباختصار ارجوك. المقطع اللي عرضناه للمنشد الايراني اللي دا ينشد انشوده سلام فرمندا اللي تمجد بارهابيين دوليين، كانت محميه ومؤمنه من قبل قوات حكوميه، وطلع بالمقطع هذا الموضوع. شلون تسمح الحكومه بهذا الشيء؟ شلون تسمح بان يتم استفزاز العراقيين؟ كيف تسمح بان يكون في وسط ساحه في العاصمه بغداد تواجد ايرانيين رغم علمها بمدى رفض العراقيين للوجود الايراني؟ استاذ محمد، اكو اغنية عراقية يقول له لو تسوى العافية تهاك بيئتك. اخي ذول اليوم هذه الطغمة حاكمة، لانه نعرف كل انه هي عميلة وهي هذه يعني شو مثل ما تقول العمالة والخيانة، يعني اللي ينزل دمه. احنا نحسب على الحكومة، الحكومة نعرفها هي عميلة وهي اللي جاي تسعر المشاريع الخارجيه داخل هذا البلد. نعم. فاحنا ما نحسب عليهم، نعرفهم كل زين ناس خونه وعملاء. لكن عندنا على المواطن العراقي شلون يسمح بهيجي شرذمه من الناس ان تنشر الثقافه، ثقافه دول يعني بعيده، وكن كل العداء للشعب العراقي مع الاسف على الشعب العراقي اللي فعل هذه. سيد عبد الرزاق، سيد عبد الرزاق، يعني حتى نكون منصفين، رد الفعل العراقي جاء فورا فورا في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الأرض. يعني الناس، يعني حتى لا نقعد نذبها برأس العراقيين، العراقيين يقومون بواجبهم، لكن المفروض أكو دولة، أكو حكومة تمثل هذا الشعب. ردة الفعل كانت ضعيفة كلش، يعني مثل هيجي مشروع خضر كان المفروض ردة الفعل تكون قوية، ما تكون بالضعف هذا. كان يكون كل الشعب العراقي من الاعلام، من الفضائيات العراقيه، من الشعب العراقي ان يستقبل هذا العمل. شكرا سيد، نعم شكرا سيد عبد الرزاق، وصلت الفكره. وانا اؤكد مره اخرى، والمقطع اللي عرضناه يؤكد انه الشعب العراقي يرفض ايران وكل ما يمت لها بصله. واكبر دليل على هذا الكلام انه غير انه نزلوا بالشارع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا موقع تويتر، نشط وتصدر وسم كباب فرمندا، هاشتاغ العراق أو تويتر العراق، وهو هاشتاغ عراقي من أبناء العراق. الهدف منه كان أنه رفض هذه المحاولات للسيطرة على عقول الأطفال، لمحاولة غسل الأدمغة، لمحاولة دس السم في العسل عن طريق هذه الأناشيد اللي ظاهرها قد يكون ديني، قد يكون توعوي وما إلى ذلك، لكن باطنها عبارة عن تغذية سامة لعقول الصغار من أجل توجيههم صوب إيران وصوب المرشد الإيراني وصوب ما يعرف بالثورة الإيرانية. هذا هو الهدف من هذه الأناشيد، وهذا هو الهدف أصلاً. الأنشودة مخصصة للأطفال أولاً قبل غيرهم. أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، انا اذا اجاوب اخونا هذا طلعت هسه انت على المقطع الفيديو. اي. قال يقول نرفض ويريد طالب وزير الداخل. زين انت اساله، قل له وزاره الداخليه كم طابق؟ ويا طابق البي الايرانيين. يوم قال وزير الداخليه. لان وزير الداخليه شو خلينا نقول لعبه. تمشي اكو شره مذيول لايران داخل وزاره الداخليه، تمشي ذولا الناس القرده. نعم. سيد ابو عبد الله، يعني سيد ابو عبد الله، هذا النوع من الاناشيد اللي عرضناه واللي كان موجود في بغداد، وصفوه محللين سياسيين وحتى معارضين ايرانيين بانه يشبه عمليه تجنيد الاطفال عن طريق العقول. الموضوع انه شلون يتم السماح بحضور الأطفال العراقيين ويتم السماح بحضور العوائل، أصلا يتم السماح لهؤلاء بالوجود، يحاولون يغسلون عقول أبنائنا ويجروهم صوب تمجيد قاسم سليماني هذا الإرهاب الدولي، وتمجيد علي خامنئي المتهم ومرتكب المجازر بحق العرب في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، وبحق العراقيين بشكل خاص. شلون يسمحون بهذا الشيء؟ أنت تقول يجندون أطفالنا غير؟ نعم.
يجندون اطفالنا مثل ما جندوا نور المالك وامثال نور نور المالك وامثال نور المالك هم جندوهم بايران وغير نعم منهج يعني أنت مال العراق يصفي مازال على أيدين إيران وميليشيات إيران ما يصفي حكومة قوية وحكومة عراقية من عراق سيد ألو. سيد أبو عبد الله نعم أسمعك يعني هسه هاد مني كل شيء ويجي ماكو على المرقد سيدنا الحسين وعلى مرقد سيدنا علي معزز مكرم أهلنا بالجنوب وأخوتنا بالجنوب يستقبلوا بكل هذا الصدر وشلون يستقبل العراقيين بإيران لأن هذا خليك وياي أنا أشكرك العفو سيد أبو عبد الله بس خليك وياي على الشاشة تابع راح أعرض مقاطع تبين الإيرانيين كيف يستقبلون العراقيين منها هذا المقطع مشاهدينا الكرام هاي عملية تسليب في وضح النهار داخل الأراضي الإيرانية لمسافرين عراقيين هناك اختلاف بينهم سياح أو طلبة بغض النظر يبقون عراقيين دخلوا إلى الأراضي الإيرانية بدل أن يكرموا كما يكرم الإيراني عندما يدخل إلى العراق خلونا نشوف شلون تم عملية تسليبهم في وضح النهار من قبل قطاع طرق إيرانيين خلونا نشوف سلبوهم حجي دق سدده دق حجي دق مشاهدينا الكرام طبعا عندنا بعد مقاطع اخرى حنعرضها لحضراتكم تبين العنصريه والكره والحقد من الايرانيين ضد العرب وضد العراقيين بشكل خاص، لكن نستقبل اتصالات ويانا سعد من الكويت، تفضل يا سعد. استاذ محمد احنا ندعو بالتي هي احسن وافضل. نعم. الكمال لله. انا اتساءل يا استاذي اين دور الزلم والنشامه؟ ومن النشامه الطيبين يا استاذي. نعم. وكم سائل أين طماط وكذلك البرلمان وسستاني من تلوث الأنهار والمياه والقانون ومخالف للدستور يا أستاذي ما لا ندعو أيضا للكمال ولكن نريد والخلل والذات ونتعاون على البر والتقوى تحياتي لكم للبرنامج والقناة شبيب من كندا تفضل يا شبيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله عندي توعية لشعبنا وإخواننا في العراق أنا من الأحوال خل أول شيء ينظرون على شعب الأحوازي شنه العملو داخل الأحواز وسووا الإيرانيين بالأحوازيين الذي هاي حضارة عيلام هي 7000 سنة إلى حضارة. نعم. تسمع؟ وياك يا شبيب. وبعدين عملوا أشياء ما حد يقدر يتصورها. اسم المدن، اسم الشوارع، اسم حتى هم كانوا هم والعثمانيين يسمون الأحواز عربستان، اليوم يسمونها خوزستان بدلوا اسمها. اليوم شط العرب هم الإيرانيين شو يسمونه؟ يسمونه أربند رود وأربند كنار. نعم. الخليج الذي قبل لا يسمونه خليج فارس، مو كان خليج البصرة يسمونه خليج البصرة؟ يا أخي هذا وإيران اليوم يسمع الشعب العراقي، اليوم إيران تقبل مراسل قناة يدخل الأحواز؟ أتحدى قناة من العالم كله تدخل الأحواز وتشوف معاناة الأحوازيين وهم قاعدين يصنعون أحزاب داخل دولنا العربية ودمروا دولنا العربية ويتداخلون في كل الدول العربية ويدعمون ويسوون دول يصنعون دول يصنعون أحزابهم اوعوا يا شعبنا إيران لو دخلت بيكم مستحيل بعد تطلع إلا بدماء
دماء بالآلاف بالآلاف من العراقيين. احذروا من هذا، مثل ما أخذت الأحواس وبلعت الأحواس تريد تبلعه، وإن شاء الله ما تقدر تبلعه، والأحواسيين واعين و97 سنة جاعدين يقاومون هذا المحتل الإيراني وحيدين في الميدان. إن شاء الله مو وحدكم يا سيد شبيب. المد الإيراني والتمدد الإيراني صار أكثر من دولة، والآن الشعوب العربية اللي طالتها أيادي إيران ترفض هذا الوجود، والحقد والكره لإيران أصبح واضحا عند الجميع. اليوم ماكو أحد من الشعوب العربية يرضى بهذا الوجود الفارسي، يعني الموضوع خلص، يعني أصبح هناك وعي عربي بأن إيران خطر، إيران دولة إرهابية، دولة راعية للإرهاب، دولة مغذية للإرهاب في المنطقة. أنا أشكرك سيد شبيب، ويانا أبو مهدي من واسط، تفضل يا أبو مهدي. أبو مهدي حياك الله، لو تنص صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف فقط. السيد أبو مهدي من واسط موجود؟ حياك الله، حياك الله يا ابو مهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك اخوي العزيز؟ شلونك؟ حياك الله، اهلا وسهلا ابو مهدي. الله يحييك. والله اخوي احنا نرفض الوجود الايراني منعا باتا بالعراق. منعا باتا بالعراق. لان هذا ياثر علينا وياثر على الشباب. نعم. وده يأثر على كل المصالح البلد. نعم. سيد أبو مهدي، شنو رأيك باللي صار في بغداد؟ جايبين منشد إيراني برعاية الحشد، وجايبين إيرانيين وجايبين أطفال عراقيين حاطيهم بالساحة ويحاولون يحفظوهم أناشيد تمجد بقيادات إيران. شنو رأيك بهذا الموضوع؟ لا. والله أخوي هذا نرفض، إحنا نرفضها رضا باتا. نعم. واحد إيرانيين. بس نص صوت التلفزيون، اسمعني من الهاتف يا أبو مهدي. سيد أبو مهدي، فقدنا الاتصال للأسف وياه. طيب، ويانا أبو أنور من صلاح الدين، تفضل يا أبو أنور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد شلونه؟ حياك الله محمد. كل الهلا يا أبو مهدي، يا أبو أنور عفوا. شلونكم؟ الله يسلمك، حياك الله. تحية تحية لقناة فيها أخي. إيران دمرت الأمة العربية. نعم. دمرت العربية حبيبي. وياك. يعني لازم نتكاتف احنا الأمة العربية، لأن إيران أكبر عدو للعربية والأمة العربية. فرجان يعني بغداد، بغداد الشرف، بغداد القيادة هي اللي للأمة العربية، اللي حاربت إسرائيل الحرب تشرين. فيا أخي والله ما نعرف شو نقول. أنا أشهد كل شريف، أنا أشهد كل الدول العربية اللي نقف وقفة صحيحة. نعم. أبو أنور، شنو رأيك باللي يصير من فعاليات ومهرجانات بين فترة وفترة في محافظات عراقية مختلفة؟ اسمح لي بس اسمح لي بس بصراحة حكومتنا فاشلة. ما يصير واحد من الحكومة طيب ويروح يزور إيران كرسي عن طريق إيران. عمي هاي مو دولة، احنا ننتخبهم ويروحون يستعينون بغيرنا. نعم. شكرا أبو أنور من صلاح الدين، أشكر حضرتك. مصطفى من مصر، تفضل يا مصطفى. احمد عفوا. احمد من مصر. محمد ما قام مصر يا باشا. حي الله احمد، كل الهلا، تفضل يا احمد. في كلام مهم عايز اقوله للشعب العراقي بالنسبه. نعم. للفعاليات اللي تكون بقى النظام الملاري في العراق. نعم. بالنسبه لتعليم الاطفال اللغه الفارسيه وان هم يبقوا لهم لدول دوله ثانيه. نعم. اولا ايران زي مثل كان السيول في المنطقه زي نظام واحد. نظام إيران ونظام الكيان الصهيوني وأمريكا على رأسهم. نعم. بيضحكوا على الدول العربية لكي بيعملوا بتاع بالنسبة للتحالف اللي بتكون بإسرائيل. المفروض يكون عربي خالص، مش إسرائيل
تتحكم فينا. هم ضد ايران لما ضدوا العربيه اللي تعمل الجيش واحد انا قلت لك حفار الشام الهباك اسمع لي زين. اما بالنسبه لايران هي نفسها نفس اسرائيل. الايراني سافرت ايران انا كنت في الامارات وسافرت ايران كزيره كيش زمانك عارفها استاذ محمد. كزيره كيش في ايران كان الضابط الايراني محترم يقول لك انت مصر ليك احترام. ليه؟ لان عارف ان مصر لها كيانه في المنطقه ولها كلمه. وكان الله يرحمه الشهيد الفريق ابو غزالي ساعد العراق في الحرب الايرانيه العراقيه. وليه؟ لانها دوله برضك لها نفوذ في المنطقه وبتهدد امن المنطقه. فالمفروض الدول العربيه تبقى في المتر واحد مش دخلها كيان الصوني يحمينها. يبقى اخر الزمن ايران تحمينها يا استاذ محمد. بيخدم علينا. فالمهم المفروض الدول العربيه تعمل جيش موحد يكون خالص من يكون موحد بوجات ايران مش اسرائيل وامريكا. امريكا ما مش هتعمل حاجه تخلص الشعب الايراني عشان تسود عيونه. بتاخد خيرنا. فالناس لازم تعرف بالكلام ده. انا بقول الحق لو على رقبته الشيعه لازم يفهموا ان ايران نفس بيضحكوا عليهم الايرانيين والعمام الشيعه. طيب شكرا سيد نعم وصلت الفكره سيد احمد من مصر. اشكر حضرتك للمشاركه. خلونا نشوف استطلاع راي عراقيين مشاهدينا الكرام كانوا متواجدين في ساحه الفردوس في العاصمه بغداد. تحدثوا عن ما جرى من تجمهر ايراني في هذه الساحه قبل ايام وانشاد اناشيد ايرانيه في العراق برعايه الأحزاب والميليشيات مدعية الوطنية. خلونا نشوف ونرجع. أولا النظام الإيراني يحاول تكريس احتلاله للعراق وينتقل من مرحلة السيطرة بقوة السلاح والميليشيات الموالية إلى السيطرة بالغزو الفكري المسموم من خلال طرحه وترويج لنشيد سلام أرمندا. كباب أرمندا أطلقوا الشباب وقلنا إحنا الشباب العراقي والأحرار العراقي سيتصدى لك بكل قوة. واحنا نعتب على حكومتنا ونقولها الخزي والعار على هذا السكوت اللي الايرانيين يجون بهاي الساحه اللي تعتبر قدسيه للاحرار انه يطلقون نشيدهم باللغه الفارسيه من هذا المنطلق والاعتداء على سياده العراق. نقولهم احنا نحذركم والعصيان المدني العراقي قادم بكل العراق وسوف نزيح هذه الطبقه الفاسده كلها لا احزابها ولا حكومتها ان شاء الله. دعانا لهذا الوقفه ما نسمح لاي دوله مجاوره ان تلقي نشيد في ارض العراق وفي الساحه بالضبط هاي. احنا عراقيين من حقنا ان نرفع علم العراقي ومن حقنا ان نلقي نشيد العراقي بس ما نسمح لاي دوله ان تلقي نشيد في هذا المكان لان مكان عراقي مثل ما هم ما يسمحون لعراقي ان يلقي كلمات في اراضيهم. فاحنا ما نسمح فقط للعراقيين هاي الساعه بس للعراقيين مو لاي واحد. ما عندنا غير شيء ويا اي دوله مجاور بس ما نسمح لهم ان يلقون كلمات في هذه الساعه. احنا ما نعترف بالحكومه، الحكومه لها وجود وحكومه ايرانيه صرف. ما ممكن تدافع عن تراب العراق، ما ممكن المفروض ما تسمح لاي اي 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 اجنبي ان يجي يلقي نشيد مال دولته في هذا المكان، ما نسمح له، دوله هي دوله ايرانيه. والله غيره على الوطن العراق، هذا وطننا العراق، احنا ما نقبل احد يتجاوز على سياده العراق ابدا ومطلقا، حتى اذا ما عندنا حكومه اليوم احنا ما عندنا حكومه، عباره عن اجندات خارجيه متعددي الجنسيات هم اللي يحكمون العراق، رئيس الوزراء متعدد الجنسيات، رئيس الجمهوريه متعدد الجنسيات، مجلس النواب متعدد الجنسيات، ما عندنا حكومه احنا بالعراق، لكن عندنا وطن. هذا الوطن ندافع عنه بكل قيمه وكل قدر وكل اقتدار وكل غيره عراقيه شريفه امينه تدعو كل عراقيا غيور سواء كان في القوات الامنيه او مواطن عراقي او مواطنه عراقيه. هذا بلدنا العراق، لا نسمح لاي دوله مجاوره ان تتجاوز حدودها على العراق ابدا ومطلقا. دعانا الوطن، ارض الوطن، العراق مالتنا ومال الخلفانه، ويستحيل نطيل هذول اللمعات، هذول الفرس المجوس، هذول فرس مجوس، هذول الطغاة، ما راح نطيهم ارض العراق، نموت ونموت ويحيى الوطن. طبعا هذا الكلام مشاهدينا الكرام هو مثل السكاكين الان التي تطعن قلوب واذان وعيون الولائيين الذين يشاهدونها. هذه السيدة وهؤلاء الرجال الذين ظهروا في المقاطع هم الذين ينشئون أجيال
تعرف معنى حب الوطن، أجيال تريد بناء العراق، أجيال تريد تحرر العراق. هؤلاء هم الآباء، وسيأتي إن شاء الله الأبناء الذين يخلصون البلد من هؤلاء الإمعات مثل ما وصفتهم هذه السيدة. طالما وجد الوطنيون لن يكون هناك مكان للإيرانيين، مكان للذيول، مكان للولائيين والعملاء، مستحيل. خلونا نشوف بالوقت اللي الإيرانيين اللي هم بالعراق الموجودين ذول الأتباع الحشد والأحزاب اللي يجيبون ويمجدون بإيران ويستقدمون المنشدين الإيرانيين ويحاولون غسل أدمغة أبناء العراق وتعليق صور الخامنئي وخميني وقاسم سليماني وشكو إرهابي قاتل، يعلقون صورهم ويسمون شوارع على أسمائهم في العراق في محافظات مختلفة من العراق بالوقت اللي هم يستقتلون دفاعا عن الإيرانيين. خلونا نشوف الإيرانيين شلون يتعاملون مع العراقيين. هذا صاحب مطعم أو يعمل في مطعم أو ربما في يعني زيارة دينية أو ما أعرف يعني، لكن هو يبيع الطعام ويصنع الطعام. لما عرف أنه اللي قدامه عرب وكانوا عراقيين طبعا، شوفوا شلون رد عليهم وكيف تعامل معهم. عيدوا شباب. عيدوا المقطع. طيب. العربي يروح، كانوا عراقيين طبعا. العنصرية مو بس عند الحرس الثوري وعند خامنئي والقيادات الإيرانية، عنصرية موجودة عند الشعب. وصل إلى مرحلة أنه ينظر باستعلاء إلى العراقي، العراقي أصبح تابع، أصبح أقل مستوى. ولذلك هذا الإيراني وغيره طبعا، وحنعرض هسه فد شوية، يتعاملون بعنصرية، بحقد، بكره للعراقيين، بعنصرية ضد العرب. عربي روح، أنت عربي، مو مهم أنت منين، مو مهم أنت خوش إنسان ولا مو خوش إنسان، مو مهم أنت تقدم زينية وتسوي الزين للإيرانيين لما يدخلون إلى أرض العراق، لا، أنت عربي فتروح من قدامي، ما بيالك. نشوف هسه في منفذ الشلامش الحدودي ضابط جوازات إيراني كيف يتعامل بطريقة يذل بها المسافر العراقي. خلينا نشوف المقطع طبعا أمام حضراتكم الآن. المقطع مشاهدينا الكرام صور احد المسافرين يعني بشكل حتى لا يبين ويتعرض الى مشكله. شوفوا كيف يرمي الجواز بعد ان يقوم بالختم، يرمي الجواز بوجه المواطن العراقي، بوجه المسافر العراقي، في حين الايراني يدفر يرفس منفذ الشلامشه ويدخلون. وشفتوا المقطع طبعا اللي تم عرضه قبل فتره واللي صارت عليه ضجه في العراق، كيف دخل الايرانيون الى العراق دون احترام، دون وجود أمن حقيقي للحدود. بهذه الطريقة يتعاملون مع المواطن العراقي، بهذه الطريقة المذلة المهينة، ويأتون إلى العراق، يرفع عنهم مصطفى الكاظم الفيزا، الطيران رخيص، يدخلون إلى العراق دون تفتيش. وشفتوا كيف دخلوا من منافذ حدودية عراقية مختلفة، أعداد بالآلاف دخلوا إلى العراق بحجة الزيارة الدينية، لم يخضعوا إلى تفتيش، لم يخضعوا إلى تدقيق أمني. الله أعلم ما الذي حملوه معهم، وياما يتم العثور على إيرانيين يحملون المخدرات والسلاح يهربونه إلى العراق. نجي بعد شوي إلى مقاطع أخرى، لكن نستقبل اتصال. معنا اتصال. منو؟ أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. يا الله، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ما اعرف بالنسبه للنشيد اللي الفارس الارهابي في ميشات ايران والعملاء الخونه اللي قالوا
او اذاعوا او أي. في الفردوس في بغداد، بغداد نعم. العظيمه بغداد العربيه الاصيله، هذا النشيد الفارسي ايش عنده بايران، هذا ايش عنده بالعراق، ما هاي الميليشيات لوين توصل يعني، لوين يدون يوصلون يعني. طبعا رفعوا العلم الايراني ورفعوا العلم الحشد الارهابي ورفعوا صور خميني وخامنائي وكانما هم عايشين مو بالعراق يعني، مو بالعراق. ما اعرف عجيب يعني، هاي الميليشيات من وين يكون يوصلون يعني بهاي المرحله يعني يعني ما كفاهم باعوا العراق ها وسرقوا النفط وسرقوا دور يريدون العراق كله ياخذوه لهم من ايران. السفلة أولاد السفلة حش السامح. سيد سيد بدون تجاوز بس عندي سؤال سيد أبو علي. طلعت عازفة كمان في محافظة كربلاء، عزفت الكمان فطلعوا من تحت الأرض ينتقدون ويقولون هذا هاي مدينة مقدسة، مدينة ما يصير بها المفروض هاي الأمور. طيب وغسل عقول الأطفال وتجنيد العقول صوب إيران وصوب الإرهابيين، هذا مو أمر يتطلب منهم وقفة؟ ليش حكوا عن هاي اللي كانت تعزف للعراق وفي حين جايبين ذولا إيرانيين يهتفون وينشدون لإيران لقيادات إيران؟ لا يا ريت لو كان نشيد للعراق، نشيد لإيران وقياداتها، ليش ما انتفضوا؟ ليش ما كان اكو موقف رسمي؟ لا من ينتفض، من ينتفض الميليشيات تنتفض، ذول الأحزاب بالخضراء تنتفض. بعدين هاي المدينة المقدسة انتوا حاطين مكاتب مال متعه، هاي مدينه مقدسه. ارجع واقول ارجع واقول ارجع واقول ابو علي هذا الموضوع لا. رجاء وانا قلت له لل محمد بن امريكا اسمح لي ماشي ماشي ماشي, ماشي. هذا الكلام هذا الكلام تحت الموضوع يا اخي. سيد سيد ابو علي بس لو سمحت بس اهدى 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 انت مو قلت لي مدينه مقدسه. اسمح لي اسمح لي بس اسمح لي على كيفك على كيفك بدون انفعال. وصف المشكله ابو علي اهدى شوي لو سمحت. احنا دا نقول وصف المقدسة اللي يطلع من اللي قالوا من اللي انتفضوا وقالوا بانه هذه مدينة مقدسة، مو انا اللي دا اقول عنها مقدسة بغض النظر. نعم هو ما لي علاقة انا هاي موضوع المتعة وما متعة ارجو عدم طرحه في المنبر. احمد الصافي عبد المهدي الكربلائي شلون يسمح الى مكاتب؟ شلون يسمح؟ شلون يسمح؟ هاي مو مدينة مقدسة يا اخي، شلون تسمحون انتوا ويا ابو معممين؟ وطلعتونا من طارنا يا اخي، طلعتونا من طارنا مخدرات علني امام الحسين امام العباس، مخدرات بيع مخدرات علني. طيب سيد ابو علي انا اشكر حضرتك وارجو منك انه تهدأ شويه، اعرف انفعالك واعرف غضبك واعرف شعورك تجاه ما يحدث في العراق، الموضوع اكيد اتفهمه، لكن تعرف حضرتك وايضا باقي الساده المشاهدين انه هذا منبر يدخل منازل او منازل كثير من العراقيين، عوائل عراقيه وكذا، واحنا ما نريد نتطرق الى هذه الامور اللي ما لنا علاقه بها، لا تخص الموضوع ولا تخص الحديث ولا تخص القناه. احمد من المانيا تفضل يا احمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. احمد خليل الحالي من المانيا. نعم حياك الحقيقه اخي الكريم، مع الاسف مع الاسف مع الاسف، تحياتي للاخوه العراقيين المستمعين وتحياتي لجنابكم للقائمين على القناه مالتكم. مع الاسف يا اخي العراق منتهك سيادته منذ 20 سنه ويوم على يوم يزداد الطغاة امعانا واذلالا لشعبنا الكريم. مع الاسف نرى انه في بغداد تصدح حناجر مرتزقه تمجد ب خامنئي، لا أريد أن أتكلم كلام خارج عن سياق قناتكم الذي يعرف الجميع رأيي فيه. ومع الأسف أن هذه لا تصدح مطالبة بحقوق العراقيين، لا تصدح مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة جرحى تشرين الموجودين هنا في ألمانيا، ومع الأسف السفارة طلعتهم من المستشفيات وما يلقون المكان اللي ينامون به ولا يقدرون أنه يرجعون لأهاليتهم أو يقدرون يطلبوا اللجوء هنا بألمانيا. طيب. يعانون معاناة. كذلك بالعراق يا أخي، مع الأسف نرى أن بعض ذيول إيران من أمثال نوري المالكي زعيم دولة القانون كما يقال، يقول يتهم فصيل كامل ومكون كامل من مكونات الشعب العراقي بأنهم جبناء، بأنهم خونة، بأنهم مرتزقة، بأنهم يريدون أن يلغوا الطرف الآخر. سيد أحمد من ألمانيا، طبعا أنا
أعتذر من حضرتك، الوقت انتهى، وأريد أعتذر أيضا للمتصل أبو عبد الرحمن من الكويت، أنا أرجو المعذرة جدا أنه الوقت انتهى، عندي لحظات بسيطة أريد بس أعرض بها هذا المقطع اللي يقولون إحنا حماة الأعراض، تمام؟ أريدكم تشوفون أعراض العراقيين كيف يتعرضن إلى الانتهاكات والاعتداء عليهن في إيران، وماكو واحد من ذولا حكى ورفع صوته وقال هاي أعراض العراقيين ما نسمح أنه يعتدى عليهن. خلينا نشوف هذا المقطع ونرجع. هذا يضرب المرأة العراقية، شوفوه، هذا يضرب المرأة العراقية، شوفوهم، هذا المكتب، هذا المكتب، شوفوا مهاجري خراسان يضربون النساء العراقيات. هذا الشخص باعوا له، هذا الشخص، وهذا هو، هذا يضرب العراقيين، يتجاوز عن النساء. أعراض العراقيين، شو وينكم يا حماة الأعراض؟ ما انتفضتوا، ما رحتوا هجمتوا على إيران، ما رحتوا انتقدتوا، ما رحتوا هاجمتوا السفارة الإيرانية، قصفتوها بالمسيرات مالتكم والصواريخ لأنها اعتدت على أعراض العراقيين. في الختام مشاهدينا الكرام أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.